بسم الله، هنشوف مع بعض موضوع اكتساب وفقد الطاقة بالنسبة للزون. فأنا هبدأ هنا، أختار إن أرسم زون بالشكل دوت، تمام. وتقدر تحط فيها أي إعدادات أنت عايزها، تمام. يعني ممكن تحط فيها كشاف، لأن الكشاف طبعا بيخرج حرارة، اللايت، تمام. أو مثلا أخلي اللايت ده على ارتفاع مثلا 2000، تمام، أو 2200 أهوت بالشكل دوت، تمام. وحد الاتجاه بتاعه من هنا، ده اتجاه الإنارة بتاعه. وممكن تروح حاطط مثلا مكنة من المكنات مثلا بالشكل دوت. ممكن مثلا حط أي حاجة أنت عايزها، ولو عايز تغير أي حاجة منهم الخصائص بتاعتها بتعلم عليها، وتدخل هنا وتقول له أنا عايز أغير نوع الجهاز ده مثلا مثلا تلاجة، غسالة، كوميدي، أي حاجة أنت عايزها. وهتلاقي هنا الهيت أوتبوت، كمية درجة الحرارة الخارجة تقدر تغيرها، الفويل أويل يوز، بيستخدم أويل ولا بيستخدم جاز ولا بيستخدم، في مخترعين بيخلوه يستخدم مية مفيش مشكلة. فتقدر تشوف إيه الحاجة اللي أنسب ليك. تدخل هنا في 3D، تمام. عايزين نبدأ نعمل الأناليسيس. أدخل في الأناليسيس وأبدأ أشوف أنا عايز أعمل إيه بالظبط. اللي انا على مثلا بقول مثلا انا عايز درجه حراره في الشهر. طيب قبل ما احسب اي حاجه لازم انا اديله ملف بتاع المناخ بتاع المنطقه، فاقول له لود ويزر فايل، واختار المكان اللي انا موجود فيه، سعودي عربيا مثلا، تمام. هو مش حاجه، هو الملف اللي جه في وشي، تمام. كالكوليت، على حد يقول لك انت بتشجع فريق ايه ومش فريق ايه، فهو يبدا يحسب لك التمبريتشر، ويبدأ يجيب لك الخريطة هي ده الاوتسايد تمبريتشر، ده البيم سولار، ده ديفيزر سولار، كل الحاجات بقى، الويند سبيد، كل الحاجات بيبدأ يحسبها لك. مجرد ان انت تختار الحاجة اللي انت عايزها، توزيع درجات الحرارة مثلا، تمام. طبعا الحاجات دي كلها بتختلف حسب ده الانترنال جاين، الدايركت سولار، الاندايركت سولار، كل الحاجات الخاصة بالدرجة الحرارة. السيرمال أناليسيس بيبدأ يجيبها لك، والسولار هوت، تمام. طبعا كل الإعداد دي هتختلف. لو أنا جيت مثلا علمت على الزونة ديت، تمام، علمت على الزون وجيت هنا وفي الزون، أو من غير ما أعلم قلت له هنا الزون، قلت له أنا عايز أشوف الزون بروبرتيس، تمام. فبيبدأ بقى يديني الإعدادات بتاعة الزون، الجنرال سيتنج. طبعا هنا نشوف مثلا كمية الإشغال، تمام. ومثلا ممكن أجي هنا أقول له أنا عايز الـ AMD تبقى نسبة الإشغال فيها مثلا 80%، 50%. يعني مثلا لو ديسكو والعياذ بالله، هتلاقي الناس كلها سهرانة بالليل والصبح، كله مش قادر يسهر، مش قادر يقوم يشد حيله. فتبدأ تحدد إيه الأوقات اللي الناس هتشتغل فيها وكده. على سبيل المثال يعني، المفروض بتملى الجدول كله. درجات الحرارة، الفقد، الليتن جينت بتلاقي من هنا، انترنال جين، معدل تغير الهواء تقدر تختاره، الرياح، كل الحاجات دي لما هتغيرها هتأثر على الإعداد بتاعتك. السيرمال بروبرتيس ممكن نقول مثلا إن إحنا هنشتغل مثلا الساعة كذا الساعة كذا، الويك داي قد إيه مثلا، تمام. ممكن تحدد الأيام اللي هتشتغل فيها. تايب أوف سيستم، هل هو تهوية طبيعية ولا ميكسد ولا هيتنج اونلي ولا كولينج اونلي. الانفورميشن بقى بيبدأ يجيب لك الحسابات كلها، تمام. الفوليوم، طبعا لو الفوليوم مش محسوب هتلاقي فيه مشكلة في ان هو يطلع لك القيم اللي انت عايزها، فلا ممكن كالكوليت زون فوليوم، يروح حاسب لك الزون فوليوم على طول. ممكن لو زودت شباك مثلا او حاجة هيأثر على الاعداد بتاعتك كلها. قلت له درو انسيرت شيلد، وقلت له انا عايز اختار ويندو بالابعاد بتاعتك اللي انت عايزها، تمام. حسب برضه هي مواجهة للشمس ولا لأ، تمام. وهات لي الظلال، فتبدأ تشوف الظلال اللي عاملة ازاي بالشكل دوت. فكل ده لما تيجي تعمل كالكوليت هيبدأ يحسبها تاني، تلاقي الإعدادات اختلفت. زي ما انت شايف ان هو بيجيب لي ماتيريال كوست، لو انت مدخل التكلفة بتاعت الماتيريال بيبدأ يجيبها لي، الريسورس، التايم، الاكوستكس،
ممكن تقول له كالكوليت، بيقول لي انت لسه مش حاطط اي ملفات صوت، فممكن تيجي هنا وتلغي الشادو وتيجي تقول له انا عايز اضيف صوت. ممكن تيجي مثلا سبيكر اهوت، تمام، تخليه مثلا على 1500، تمام، وتشوف انت عايز تخلي اتجاهه فين، تعلم عليه وتيجي مثلا هنا تقول ده السورس بتاعي، تمام. فبعد كده لما تدخل في الاناليسيز يبدأ يحسب الصوت هيتوزع ازاي ولحد ما يتلاشى وهكذا.